السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. ومعكم كالعادة أخوكم عبد الله إصبرا من قناة قلعة الشروح. كما تطرقنا سابقا إلى كيفية الحصول على بطاقة أظف كاش الروسية، بطاقة يمكنك السحب بها في الصراف الآلي. الآن سوف نتطرق إلى كيفية الحصول على بطاقة أمريكية خاصة بالبايونير. تطرقنا سابقا كيفية الحصول عليها منذ سنة 2015 ما أعتقد، لكن الآن كل شيء هناك، يعني بعض، يعني هناك تغيير كبير جدا ما بين سنة 2015 والآن سنة 2023، لأن هذا الفيديو فهو صالح في هذا العام، وفي الأعوام الأخرى لا ندري، ربما سيكون هناك بعض التغييرات. المهم ما تشاهدوا في هذا الفيديو فهو شغال الآن على البايونير في سنة 2023. كما تشاهد نقوم هنا بالضغط على أوردر كارد. هناك الشيء، التغيير الذي أعجبني هو أنه يعطيك بطاقتين، يمكنك الحصول على بطاقتين فيرتيال كارد أو فيزيكال كارد. فيرتيال كارد هي أنه يمكنك الحصول على بطاقة ونقول وهمية، فقط يعطيك أرقام تتحصل عليها حالا، يعني لا يمكنك السحب بها، يمكنك فقط الشراء بها في المواقع. أما بالنسبة للبطاقة الثانية فيزيكال كارد، هذه البطاقة يتم يعني إرسالها لك إلى باب منزلك، وهذه البطاقة يمكنك الشراء بها والسحب بها في الصراف الآلي كما تشاهدون على الطي ام. أوكي، نقول يعني البطاقة الأولى، أنا يعني لا أسحب فقط أشتري، فيمكنني أن أقوم بأخذ فيرتيال، لكن نبدأ بالفيزيكال كارد. تختار هنا العملة التي أحببت، يو اس دي أفضل. نيكست، نتعمل الشيبين الخاص بك، العنوان لكي يصلك إلى باب منزلك. هنا ستاندرد شيبين فري، تتوصل بها في غضون يعني شهر أو أكثر، لكن إذا كنت تريد أن تتوصل بها يعني ما بين 4 أيام إلى 8 أيام فتدفع $40. كما تشاهدون يعني البطاقة يعني فهي مجانية، عكس البطاقة الخاصة بأظف كاش التي قمنا بشرحها، فهي تتطلب منك $95 لكي يمكنك الحصول عليها، يعني هذه البطاقة فهي مجانية. بعد أوردر كارد نضع هنا الأرقام التي ستصلني على الجيميل لدي موجود على الهاتف. اوكي، جيد جدا. هنا اكتب 6 3. اوكي، جيد 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 جيد. سبميت، اظن لدي خطأ. سبميت. اوكي، هذا هو الكود الصحيح. سبمايت، جيد. ريفيو اند شيبمنت، يو اس دي كارد اوردر، تم طلب البطاقة بنجاح. وتشاهد طلبتها في 16 سبتمبر 2022، pending approval. اوكي جيد، نعم هذا ما في الأمر. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. أما بالنسبة للبطاقة الأخرى فتتحصل بها بسهولة بدون أن تنتظر، يكون لدي بطاقتين، يعني بطاقة الأورو فيرتيال كارد أورو، نعم. بعد أوردر نيو نعمل هنا الكود. الكود هو 5 4 8 8 1 6. سبمايت. اوكي، تم الان طلب بطاقة اخرى. ويريفيو يوجلي تري بيزنس. اوكي، هي نفس الشيء، ننتظر. Once you receive virtual card, please activate the card, start using it. عندما ساتوصل بها على الجيميل الخاص بي فيمكنني ان اقوم بعمل لها اكتيفيشن للمكان. اوكي، يتطلب الوقت، لهذا سنقوم فقط بوضع هذا الفيديو إلى أن نقوم بوضع فيديو آخر حول عمل الأكتيفيشن اللي هي سهلة جدا. لا تنسوا
الضغط على الزر لايك إذا عجبكم الفيديو، ولما لا الاشتراك في قناتنا قلعة الشروح لكي تتوصل بكل جديد. دمتم في أمان الله.